يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجوز أن يصام يوم المولد النبوي؟ هل يجوز أن يصام يوم المولد النبوي؟ لا، الصيام ما شرعه الله ورسوله، ولم يشرع لنا أن نصوم. نعم، يوم الاثنين تصوم، ما هو على يوم 12 من ربيع، تصوم يوم الاثنين من كل أسبوع، هذا السنة. أما يوم 12 من ربيع إذا وافق يوم الاثنين تفرح علشان يوم المولد، لا، ما يجوز هذا. نعم.